قطر يحز في النفس. صادفنا زوال هذا اليوم حادثة سير مميتة على مقربة من أرفودة. سيارة خفيفة كانت تقل 8 أشخاص انقلبت عدة مرات بعد أن فقد السائق السيطرة على المقودة. رجال الوقاية المدنية حضروا في الوقت المناسب من أجل إسعاف الضحايا. احنا كنا ميسيون في فرفود، جينا طالعين، جينا طلع البلاصة هذه، كنا راكبين اللور ما عرفناش، حتى لقينا اللوندروفير غادية كتخرج برا اليمين والشمال، كتخرج يمين شمال، حتى لقينا راسنا مقلوبين يا خويا. جينا طالعين وجاي بلوندروفير بواحد السرعة، زعما ماشي شي سرعة اللي هي دازت، بقات تتلعب بينا نيت لوندروفير حتى نطوانا. الحادث المفجع خلف قتيلين فارقا الحياة فورا، فيما نقل 6 جرحى إلى المستشفى الإقليمي لأرفودة. حالة 4 منهم وصفت بالخطرة. هذه حادثة سير اللي وقعت في الخرجة ديال مدينة أرفود، اللي فيها 2 ديال القتلى و4 ديال الجرحى اللي عندهم جروح بالغة اللي رسناهم الرشيدية، و2 اللي جروح خفيفة نحتفظوا عليهم هنا تنديروا لهم تنعالجوهم حنا. تأتي هذه الحادثة المفجعة لتنضاف إلى مسلسل الموت على طرقتنا، ومرة أخرى سوق بمهل فالسرعة تقتل.